can start. Okay. Hello, everyone. مرحبا بكم جميعا. شكرا جزيلا على انضمامكم إلينا اليوم لهذا الحدث المسجل الذي يبث بشكل مباشر ويترجم إلى اللغة العربية. هذه الفعالية في يومنا هذا سوف نتحدث فيها طبعا عن الهجمات في البحر الأحمر، الهجمات مستمرة في سياق الصراع في غزة طبعا. ويسرني أن ينضم إلي ثلاثة خبراء اليوم والذين سيتحدثون عن الآثار المحلية والإقليمية والعالمية لهذه الهجمات. اسمي لينا خطيب وأنا مديرة معهد سويس الشرق الأوسط، وأنا زميل مشارك لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنا في تشاتام هاوس. طبعا هذه الفعالية ستكون مسجلة، فبالإمكان أن تقتبسوا منها وأن تغردوا كيفما تريدون. يشرفني أن أقدم المتحدثين. هنا معي على يساري أقدم لكم ماجد المدحجي، والذي هو المؤسس الشريك ورئيس مركز صنعاء، وهو مركز أبحاث مرموق في اليمن. وأرحب بأيونا كريغ، والتي هي صحفية معروفة متخصصة في شؤون اليمن والجزيرة العربية. وأخيرا وليس آخرا لدينا الدكتور توماس جونا، الذي انضم إلينا من كندا، وهو أستاذ زميل في جامعة أوتوا، وطبعا يعمل على شؤون اليمن والمنطقة طبعا. إذا دون أي تأخير لنبدأ بالحديث عن السياق. أولا أبدأ بك ماجد، ما هو انطباعك عن عملية السلام وعن الديناميكيات المحلية؟ أعطنا لمحة عن الوضع حاليا داخل اليمن. أولا صباح الخير حقيقة، شكرا للاستضافة. سأبدأ فورا حقيقة من التأثير المباشر. يعني نحن تحديدا قبل 7 أكتوبر كنا على وشك يمكن وصفه الإقفال الأولي لمسار حرب اليمن الذي استمر منذ 8 سنوات. كانت الصفقة جاهزة، أنجز السعوديين والحوثيين تفاهمات برعاية طهران، أتت تحديدا على وعلى خلاف هوى معظم الأطراف السياسية اللي هي في الطرف المناهض. أتت الأحداث لما يمكن وصفه قوضت الفرصة أو السياسية التي كانت متاحة، جمد الحوثيين مسار التفاهمات وذهبوا سريعا باتجاه التصعيد باتجاه البحر الأحمر. هذه الاندفاع إذا صح الوصف إلى الحوثية أعادت تعريف المشهد كليا. الآن لدينا مشهدين أو حقيقتين ترتبت على التطورات في البحر الأحمر. أولا الأوزان السياسية للأطراف وما يمكن قبوله قبل 7 أكتوبر لم يعد متاحا قبوله بعد أكثر. الثمن السياسي لأي اتفاقية مع السعودية يريدها الحوثيين الآن تغيرت، الآن وزنهم أكبر، الآن يروا أنفسهم لاعب إقليمي وليس لاعب على مستوى اليمن، يعتقدوا أنه هذا سيتيح فرصة لهم، وهم يراهنوا أنه مسار الأحداث لن يتطور باتجاه اشتباك أكبر مع المجتمع الدولي، وأنه دائما هناك رغبة في احتوائهم وليس في تقويضهم، هذا ما يراه الحوثيين، وبالتالي سيستطيعوا رفع الثمن الذي يطلبوه لإعادة استئناف المسار السياسي. ضمن هذه الصيغة سنشهد إذا ذهب المسار بذلك الاتجاه، سنشهد إذا صح الوصف إن تسوية يستفيد منها الحوثي. لكن تبعا لمسار الأحداث الحالي وهذا تقديري، أنا أعتقد أنه نحن سنشهد استباكا أكثر، خصوصا لن يختتم هذا المسار العنيف في البحر الأحمر بالتهدئة في غزة إذا استمرت، حيث اكتشفت حوثيين وحلفائهم في محور المقاومة أهمية باب المندب، فبالتالي التسخين سيكون معتاد، هذا سيضع مجموعة من العواقب. ثانيا طبيعة الصفقة ارتطمت بالتعقيدات التي أنشأتها المواجهة في البحر الأحمر، بمعنى الآن لدينا عقوبات من قبل الولايات المتحدة، تعمل مجموعة من الإجراءات التي تحول دون عملية الدفع للرواتب، وهي جوهر العملية التي يريدها الحوثيين، دفع الرواتب هو الجائزة والاستحقاق الأكبر. عملية العقوبات ستعطل ذلك، العقوبات الأمريكية أيضا. المتطلبات التي ينظر الحوثي تحول من موقعين، تحول من كونه مشكلة محلية، مشكلة أقلية، طرف في معادلة محلية يمنية، إلى تهديد استراتيجي للمصالح الدولية في البحر الأحمر. بالتالي نمط المقاربة، نمط المسموح منحه للحوثي تغير بشكل كلي، وبالتالي نحن نشهد صيغة أخرى في فهم التداعيات والتهديد الذي يشكله الحوثي. بالمجمل أنا بتقديري أنه
حدث البحر الأحمر أعاد صياغة دور الحوثي كليا في المنطقة، وبالتالي الاستحقاقات السياسية التي يريدها الآن لن تعد ذاتها التي كان يطالب بها الحوثي قبل أحداث 7 أكتوبر. سقف ارتفع، السعودية الثمن الذي دفعته قبل 7 أكتوبر لم يعد الثمن كافيا لتحصل على صفقة مؤقتة من قبل الحوثي ومن قبل إيران. ولنلاحظ أن هذه الصفقة هي ليست صفقة للسلام، هي صفقة باتجاه السلام الذي كان يتيح، وهي بطبيعتها الغامضة والتي منحت الكثير من الامتيازات للحوثي كانت مع ثمن سياسي ملائم. هذا لم يعد متاحا في الصيغة الحالية بتقديري بعد الأحداث، وبالتالي سنشهد انتكاسة ونشهد فرص الحرب تزداد في اليمن، تزداد لصالح أكثر من خيار. الآن المجتمع الدولي يكافح لاحتواء الحوثيين، يبدو أنه المسار التكتيكي وإن كان يلبي جزئيا الأهداف المعلنة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكنه حقيقة لا ينجح في تقويض قدرة الحوثي، وبالتالي سنشهد إذا ما صح الوصف المزيد من الاستثمار في الخصوم الحوثي المحليين، باعتبار ذلك الفرصة الوحيدة المتاحة لخلق تهديد الحوثي يجعله يكف عن الأذى. هذا محكوم بعدد من العوامل، محكوم أولا بمدى التسخين الذي سيذهب له الحوثي في البحر الأحمر، مسكون أو مربوط بالتهدئة في غزة، أيضا مربوط إذا أوقع الحوثي خلال الفترة الجاية إصابات مباشرة في السفن أدت إلى إصابات في الأرواح، وبالتالي هذه مجموعة من العوامل قد تعجل في طبيعة الاشتباك الداخلي اليمني. شكرا جزيلا لك ماجد. أتحول لك أيونا تاليا، أنت جمعت الكثير من البيانات فيما يتعلق بهذه الهجمات، ما الذي يمكن أن نتعلمه من ذلك؟ بالرغم من أني لا أتحدث نيابة عن مشروع بيانات اليمن، لكنني شاركت فيه ونحن أنشأنا مرصد الصراع في اليمن، على الرغم من أنه الهدف كان أن نتعرف على آثار الصراع على مستوى البلد، لكننا مهتمون أيضا بما يحصل في البحر الأحمر خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص منذ ضربات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي بدأت في 12 يناير. نعم، أثر هذه الهجمات في الحقيقة هو شيء نظرنا فيه طبعا في البيانات، وهناك قدر من الجدل والنقاش في العديد من وسائل الإعلام، سواء كان هناك أثر أم لا، وإن كان هناك أثر ما نوع هذا الأثر، لكن طبعا البيانات أثبتت أنه هجمات الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن قد ازدادت كنتيجة للضربات الجوية. إذن 3 أسابيع بعد يناير، بعد بداية يناير، في ارتفعت هجماتهم إلى 21 مقارنة ب 15 في 3 أسابيع قبل ذلك، فهي زيادة بنسبة 40% في هجمات الحوثيين على السفن، وذلك بعد إطلاق هذه العملية التي سميت حارس الازدهار. وهدف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كما يعلنون ومجموعة الدول التي دعمتها كان الهدف هو تقويض قدرات الحوثيين، وأعتقد أنه في 24 كان هناك بيان، آخر بيان صدر يقول أنه الهدف هو تقليل التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر. طبعا من البيانات التي نراها لم يحدث هذا الأمر، وإنما العكس حدث، لأنه الهجمات لم تزدد فحسب. في فبراير لدينا بيانات، في 3 أسابيع من فبراير إلى يوم الثلاثاء هذا الأسبوع هناك حوالي 44 هجوما في 3 أسابيع، فهي زيادة بأكثر من 100% في الحقيقة عن الهجمات التي حصلت في يناير عندما بدأت الضربات. ولم يزد فقط عدد الهجمات التي حصلت، وإنما من حيث محاولة هدف استعادة الاستقرار في البحر الأحمر، وأن تعود الملاحة إلى طبيعتها، ما حصل هو العكس مجددا. البيانات تظهر أنه في الحقيقة سرعة اتخاذ الشركات قراراتها لتغيير مسارها وتجنب البحر الأحمر قد ازدادت منذ بدء الضربات الجوية في 12 يناير، وكذلك أنواع الأهداف التي تضرب قبل ضربات أمريكا وبريطانيا، قبل أن تبدأ الضربات السفن الشاحن والنقل السائب منذ 12 يناير شاهدنا أن كان هناك ضربات على سفن نفط، فهناك تغير في الأهداف وهناك تغير
جغرافي كذلك في مواقع الهجمات، ليس فقط في البحر الأحمر، وإنما حصلت هجمات في خليج عدن. إذا نحن نشاهد هجمات متصاعدة في خليج عدن الآن أكثر من البحر الأحمر في النصف الثاني من يناير بعد بدء الهجمات. وفيما يتعلق بالتصعيد، نحن شاهدنا أن هناك تكتيكات جديدة لجأ إليها الحوثيون، هجمات بقوارب مسيرة وهو أمر لم نعهده من قبل، قوارب مسيرة مملوءة بالمتفجرات سعيا لاستهداف السفن. نحن شاهدنا كذلك أن هناك رؤوس حربية انفجرت، كان هناك مجموعة من السفن التي أصيبت، وكان الصاروخ يضرب السفينة مباشرة لكنه يخرج من الجانب الآخر بدون أن ينفجر، لكن الآن تنفجر رؤوس هذه الصواريخ والأضرار يبدو أنها كبيرة، وهناك سفينة تقريبا جانحة وفي طور الغرق في البحر الأحمر. إذن فيما يتعلق بأهداف الأهداف المعلنة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة من هجماتها، لم تتحقق أهدافها وإنما ما حصل هو العكس. فيما يتعلق بالأثر، أعتقد أنه شيء كان له أثر أكثر من الأشياء الأخرى، أكثر من الضربات الجوية، هو أمر الهجمات السبرانية الحوثية ضد السفن الإيرانية في مشهد، والتي في الحقيقة تعرف على القوارب التي تقوم بأعمال التجسس والتي تمر في البحر الأحمر، والتي عندما تقوم السفن بإطفاء نظام التعرف التلقائي فيها، هذه السفن أو البواخر تعمل كعيون مراقبة للحوثيين من أجل استهداف هذه السفن. وعندما تتغير عندما تغيرت الهجمات من البحر الأحمر إلى خليج عدن، فتحولت العمليات الأمريكية إلى منطقة خليج عدن من أجل الاستقصاء حول السفن، وشاهدنا تغير إذن جغرافي في الهجمات. وفيما يتعلق بالبيانات، هناك مؤشرات على أنه الهجمات تغيرت، عندما حصلت تلك الهجمات السبرانية على تلك القوارب، فربما كان لهذه الهجمات السبرانية أثر أكبر من الضربات الجوية. وآخر تقارير أشارت إلى أنه أمريكا وبريطانيا قد ضربت 230 هدفا حتى الآن في اليمن، لكن طبعا ذلك لم يقوض قدرة الحوثيين بالطبع على تنفيذ هجماتهم أو على شن هجمات. وداخليا يجب أن تجري تغييرات حول كيف يتم نشر غيروا داخليا من نشرهم للذخيرة وطريقة قيامهم بذلك. لكن أعتقد أنه إذا ما عدنا منذ نوفمبر، منذ بدأت هذه الهجمات، أعتقد أنه ما نراه قطعا هو أن الحوثيون يصعدون ولديهم رغبة في التصعيد. وفكرة استعادة الاستقرار في البحر الأحمر من خلال تنفيذ ضربات جوية، هذه الفكرة ربما كان مفعولها عكسيا ولم يكن كما تريده الولايات المتحدة وبريطانيا حسب الأهداف المعلنة، وهذا ما تخبرنا به البيانات. على كل حال، شكرا جزيلا لك. طبعا هناك الكثير مما نتحدث عنه معك ليكما أنت وماجد، ولكن نتحول إلى توماس الآن. طبعا إيران شبحها واضح في ذلك كله، ما رأيك في ذلك؟ شكرا جزيلا لك. سأركز أكثر على زاوية إيران من خلال طرح مجموعة من النقاط الإقليمية. أولا، أين هو موقف إيران، أو أين تقف إيران تجاه الحوثيين قبل هجمات 7 أكتوبر من إيران؟ من منظور إيران، هي ترى أن الحوثيين قد فازوا بالحرب في اليمن، وأنهم السلطة الحاكمة في الشمال، وأنهم طاغون عسكريا وسياسيا، وأنه الحكومة المعترف بها دوليا ضعيفة ومجزأة فيها تشظي. صحيح أن الحوثيون لا زالوا يواجهون العديد من التحديات داخليا، بما في ذلك امتحاض الناس منهم والتحديات الاقتصادية، ولكن ليس هناك تحدي مباشر لهم من قبل طرف مكافئ لهم في اليمن. ما الذي يعنيه ذلك لإيران مجددا؟ هي أخبار جيدة طبعا لإيران بعد 6 أكتوبر، لأنه استثمار الحوثي لإيران في الحوثيين كان منخفضا،
في الفترات الماضية، والخطر السياسي بالنسبة لهم ضعيف، ولكن هناك إيرادات أو عوائد كبيرة من استثمارهم في الحوثيين. إذن على المدى الطويل إيران تريد أن تعزز من سلطة الحوثيين ومؤسستهم ومشروعيتهم في اليمن، وتسعى إيران لدعم العملية السياسية بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، ونتيجة ذلك حسب إيران ستكون مؤسسة سلطة الحوثيين وليس مصالحة وطنية أو حكومة واحدة. منذ 7 أكتوبر، أين تقف إيران وهل تغيرت حساباتها؟ إجمالا، كلما ظهر الحوثيون أكثر كلاعب إقليمي أو قوة إقليمية أقوى، فإن ذلك يفيد إيران كثيرا ويعزز من قدراتها الردعية ويزيد من قدرتها على إلحاق الأذى بالولايات المتحدة والسعودية والآخرون، ويعطي إشارة للمجتمع الدولي أنه بالإضافة إلى مضيق هرمز، فإن إيران تستطيع أن تعطل الملاحة في منطقة حيوية وهامة وهي باب المندب. وحسابات إيران طبعا بقيت على حالها. العملية السياسية بين السعودية والحوثيين ربما جنبت حاليا، ولكن ليس هناك شك أنه السعودية لا زالت تريد أن تخرج نفسها من اليمن، وهذا لا زال هدف إيران في الوقت ذاته. من منظور إيران، الحوثيون كما أشار ماجد قد تحسنت قدراتهم، وربما زادت قدرتهم على استخراج أو انتزاع تنازلات أكبر من السعودية، وهذا خبر جيد للإيرانيين. ونقطتي التالية، على الرغم من هذه الأخبار الجيدة في جانب إيران، إلا أن هناك مخاطر على إيران أن تكون واعية بها. المبدأ العام الذي يقود السياسة الخارجية الإيرانية هو أنها حاليا تريد أن تتفادى التوتر أو التوترات أو التصعيد، وتريد أن تتجنب مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة، وتريد أن تستمر تبعد الحرب وعدم الاستقرار من حدودها نحو غزة، نحو اليمن، نحو البحر الأحمر، بعيدا عنها. فقدر ما ترى إيران أن هناك منافع من أفعال الحوثيين، إلا أن هناك مخاطر لها. ويبدو لي، وربما يكون هذا تخمينا، يبدو لي أنه حتى إن كانت إيران والحوثيون على وفاق أو حلفاء، إلا أنه هناك في الحقيقة مستوى معين من تقبل المخاطر التي يمثلها الحوثيون بالنسبة لإيران. إيران تعتبر أنه الحوثيون أحد أقرب شركائها. طبعا إيران حماس وهي حليف أساسي لإيران ضعفت كثيرا، وكذلك إيران ممكن أن ترى مخاطر أنه الحوثيون قد يدعو إلى استفزاز الولايات المتحدة بشكل كبير، وقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالحوثيين أنفسهم. بالنسبة لإيران، هناك منطقة رمادية، وهي أنه الحوثيون مثلهم مثل الجماعات المسلحة الأخرى وحماس وحزب الله وآخرون يستفزون السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة، ويحققون منافع فيما يتعلق بالبروباغندا وما إلى ذلك، ولكنهم يتجنبون التصعيد المباشر. أعتقد ليس أننا نواجه حاليا سيناريو أنه سيكون هناك تصعيد مباشر بالولايات المتحدة والحوثيين، ولكن أرى أنه إيران مؤخرا ربما كانت قلقة في الأسابيع الماضية حول هذه التطورات، وترى أن هناك احتمال حدوث هكذا مخاطر أو تدهور الوضع أكثر، وقد يتوافق ذلك مع مجموعة من التقارير الإعلامية التي شاهدناها مؤخرا، وهي أن إيران تطلب من الجماعات المسلحة التي تدعمها بما في ذلك في العراق أن تحاول أن تهدئ الوضع ربما حتى قليلا. إذن ختاما، الخطوات القادمة لإيران، نعود إلى هذه النقطة مجددا، ما تحاول أن تحققه إيران من خلال سياستها الخارجية هو أن تقيد مساحة المناورة للولايات المتحدة، وأن تجبر الولايات المتحدة على خيارات سيئة من خلال رفع التكلفة المحتملة لعواقب السياسة الأمريكية تجاه إيران واليمن. وهنا الولايات المتحدة هي في هذا الموقع، وفي هذا المعنى
هذا نجاح لإيران، لأنه الولايات المتحدة قد أجبرت على اتخاذ بعض الخيارات السيئة، وخياراتها في اليمن كانت كلها سيئة، في اليمن وفي البحر الأحمر، وهذا ما حاولت إيران أن تدفع الولايات المتحدة إليه، إلى هذه الزاوية. إيران ليست مسؤولة لوحدها عن هذه النتيجة، وإنما هي نتيجة لسلسلة من إخفاقات السياسة الخارجية للولايات المتحدة والسعودية وغيرها، ولكن إيران لعبت دورا في التوصل إلى هذه النتيجة. ولكن هناك توازن صعب لإيران عليها أن تحققه، لأنه هناك إن كان هناك عدم استقرار إقليمي، فإن ذلك يمثل مخاطرة لإيران والجماعات التي تدعمها، وقد يدفع بها الأمور نحن نقطة تحول قد تكون مكلفة لإيران. الآن إيران تريد أن ترى إسرائيل أن تبقى منخرطة في غزة في حرب مكلفة بالنسبة لها، وأن تنخرط الولايات المتحدة أيضا في صراعات تؤدي إلى إلحاق تكاليف وأضرار بالولايات المتحدة في اليمن وغيرها. النتيجة في الحقيقة هي أنه توازن نحن فيه، وهو توازن غريب. الولايات المتحدة تضرب دولة أخرى في المنطقة، ولكنها تريد أن تتجنب تصعيدا إضافيا. السعودية والإمارات أيضا مقيدة بسبب سياساتها الداخلية، حيث المشاعر المناصرة للفلسطينيين قوية جدا، وعلى الأخص في السعودية، ومقيدين بالتحول البراغماتي في سياساتهم الخارجية كما شاهدنا في السنوات الأخيرة، ولكنهم أيضا مقيدين بشكل كبير، لأنهم واعون بإمكانية حدوث انتقام من جانب الحوثيين، وهذا شيء يريد أن يتجنبوه طبعا، لأننا شاهدنا أن الحوثيون يستطيعون أن يكلفوا هذه الدول كثيرا من خلال استهداف البنية التحتية وناطحات السحاب أو المطارات في السعودية والإمارات. إيران أيضا تريد، هي حذرة وتريد أن تتجنب التصعيد، وتريد أن تبقي الوضع في حدود معينة، ولذلك تريد أن تتجنب التصعيد والحوثيون في موقع مختلف. بينما الأطراف الثلاثة الأولى، الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وإيران، حذرون، إلا أنه الحوثيون ليسوا حذرون، ليسوا كذلك. هم يشعرون بالنشوة، ويشعرون أنه الرياح تهب في مصلحتهم في أشرعتهم، وأنهم قد قاوموا هجمات السعودية ل9 سنوات، فلذلك هم ليسوا حذرين مثلهم مثل الآخرين، ولا يرون أنه هذا التوازن غريب بالنسبة لهم. شكرا جزيلا لك. في الحقيقة لدي سؤال لاحق لكم الثلاثة، وهذه المرة سيكون بترتيب عكسي. فتوماس، لدي سؤال إضافي لك. كما ذكرت، إن كانت دول الخليج ترى أنه الوضع يمثل تحديا بالنسبة لها، ما هي الخيارات التي لديها وما الذي يستطيع أن يقوموا به؟ هل هناك شيء بمقدورهم أن يقوموا به أو ينبغي عليهم القيام به بالنظر إلى أن الحسابات قد تغيرت؟ هذا سؤال وجيه. دول الخليج، سأركز على السعودية والإمارات لتبسيط الأمور. هذه الدول في الحقيقة بقيت بعيدا عن المشهد منذ بدأ الوضع في البحر الأحمر قبل عدة أشهر، لأنهم لديهم قيود داخلية، وعلى الأخص في السعودية المشاعر المناصرة لفلسطين عالية هناك، فلذلك لا يراد للسعودية أن تتخذ موقفا عدائيا ضد الحوثيين الذين ينظر إليهم باعتبارهم يدافعون عن القضية الفلسطينية. والمملكة العربية السعودية حصل فيها تحول كبير في السياسة الخارجية خلال 2 أو 3 سنوات الماضية، تحاول أن تقلل من الاستفزازات وتؤمن حدودها وتفكر على التجارة والاقتصاد. والشيء المهم أنه الحوثيون أظهروا أنهم بمقدورهم أن يعيقوا تصرفات السعودية والإمارات. قبل 3 سنوات شاهدنا مجموعة من الميليشيات المدعومة من الإمارات في الجنوب بدأت بالانتقال نحو الحوثيين في وسط البلد، وهددت مواقع الحوثيين بطريقة ما. أرسل الحوثيون صواريخ أو طائرات مسيرة بالقرب من المطار، وربما قتلت شخص أو 3 أشخاص في الإمارات، عدد قليل. ولكن الرسالة كانت واضحة جدا، الرسالة كانت ابتعدوا، ما لم فإننا سوف نستهدف ناطحات السحاب الجميلة لديكم وبنيتكم التحتية، والتي تعتمد سمعتكم عليها بالكامل. والحوثيون سيقومون بذلك مجددا، والسعودية والإمارات تفهم ذلك بشكل جيد. فلأجيب على سؤالك بشكل مباشر، السعودية والإمارات مقيدة بشكل كبير الآن، فلهذا يبتعدون عن المشهد. فعلى المدى القصير لا أرى أنه هذا سيتغير كثيرا.
شكرا جزيلا لك، وللأسف أنها صورة قاتمة في الحقيقة ولكنها واقعية إلى حد بعيد أيونا. إن قربنا ونظرنا في أنماط العنف خلال العقد الماضي، ما هي الاتجاهات التي لاحظتيها؟ كيف تسير الأمور؟ الأمور تسوء بطريقة أو بأخرى. نعم، قبل مشروع بيانات اليمن كنت في 2015، كنت أعيش في اليمن. وفي 2014 عندما هذه الحرب بدأت، إن لم تكن قد بدأت قبل ذلك، ما شدني في الحقيقة في ذلك الحين هو نوع التكتيكات التي كان الحوثيون يستخدمونها. على سبيل المثال، كان تفجير منازل شيوخ القبائل وملاحقة أفراد. وفي اليمن نحن معتادون على السياسة تفرق تسد والتي كانت طريقة حكم علي عبد الله صالح، ولكن ذلك تغير في 2014 عندما أصبح الغزو وليس فرق تسد، وإنما فكان الحوثيون كان هناك تقاليد قبلية وتفاهمات معينة تجاهلها الحوثيون بالكامل. القيادات القبلية في الحقيقة خضعوا للحوثيين بشكل كبير، وشاهدنا أن ذلك استمر حتى ليس في مناطق الحوثي، وإنما اضطهاد الأقليات، وليس القبائل فقط وإنما اضطهاد الأقليات والصحفيين والمهاجرين من القرن الأفريقي والنشطاء السياسيين، واستمر ذلك خلال تلك الفترة. أعتقد أنه إذا ما نظرنا على سبيل المثال إلى الحرب الجوية، عندما بدأنا بجمع البيانات من قبل العديد من الباحثين، ربطوا بين الضربات الجوية التي تستهدف وتحدث أثرا على إمدادات الغذاء وإنتاج الغذاء، فكان ذلك فيما يتعلق بالضربات التي تستهدف المزارع والمخازن. وبشكل أساسي التي أحدثت الأزمة الإنسانية والتي هي من صنع البشر طبعا، التي كانت في التقارير في ذلك الوقت والتي لم تكن كارثة بسبب حدث طبيعي، والتي ساهم فيها بشكل كبير التكتيكات التي لجأت إليها السعودية والتي استهداف إنتاج الغذاء وإمدادات الغذاء. ولم يكن التحالف السعودي مسؤولا عن ذلك فقط، وإنما شاهدنا أنه هناك تكتيكات مناظرة لدى الحوثيين مقاربة لذلك، تكتيكات الحصار في تعز وفي عدن وفي مناطق أخرى حتى على مستوى القرى، المناطق الغربية الساحلية في تعز، إنما يحاول الحوثيون أن يسيطروا على منطقة، يحاصروا القرى، القرية الأولى والثانية والثالثة وهكذا، ويقيدون إمدادات الغذاء والمياه. وطبعا نشاهد ذلك في تعز على نطاق واسع، فلذلك تم استخدام الغذاء وإنتاج الغذاء كسلاح في هذه الحرب. وهناك بحث قامت به منظمة صغيرة في تهامة، بحثت في مسألة استهداف شبكات الري والسدود وآبار المياه، وذلك عاق قدرة المزارعين اليمنيين على إنتاج الغذاء. فكانت تلك أنماط شاهدناها. وأعتقد أنه الأثر الآخر الذي حدث وهو مؤخرا في نهاية السنة الماضية في صحيفة في اللانسيت، كان هناك بيانات ومقال يشير إلى ارتباط بين المناطق التي تم ضربها في الحرب وجائحة الكوليرا التي انتشرت، والأماكن التي تم استهدافها من قبل بالضربات الجوية احتمالية فيها ضعف احتمالية أن تظهر فيها حالات الكوليرا في أوساط المجتمعات المحلية. الشيء الآخر الذي كان واضحا من البيانات هو العلاقة بين المساءلة والعنف، ونحن شاهدنا ذلك في حادثتين في الحرب الجوية، قتل جمال خاشقجي في 2018، ومن ثم الإخفاق في تجديد
ولاية فريق خبراء البارزين من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكان لذلك تأثيرين دراماتيكيين اثنين على معدل الضربات الجوية، عندما كان اهتمام العالم منصبا على السعودية وما تقوم به في اليمن، فنتيجة لقتل جمال خاشقجي انخفضت الضربات الجوية بشكل كبير. والعكس حصل عندما لم تجدد ولاية فريق الخبراء البارزين وأزيلت المساءلة والرقابة من الصورة في اليمن في أكتوبر 2021. شاهدنا زيادة كبيرة في عدد الضربات منذ قتل جمال خاشقجي، فأعتقد أن هناك زيادة كبيرة في العنف وهي نتيجة لغياب المساءلة. أعتقد أنه المساءلة طبعا مهمة، ولكن خلال تلك الحقبة بعد عدم تجديد ولاية الخبراء في أكتوبر، كانت الفترة الأكثر عنفا ودموية في الحرب منذ آخر 3 سنوات، والبيانات واضحة فيما يتعلق بذلك. أعتقد أنه اليوم عندما ننظر في ما يحدث في البحر الأحمر، أفترض أنه الحوثيون لا يهاجمون البحر الأحمر فقط، ويستخدمون السفن مثل جالاكسي ليدر أو روبي مار التي ربما جنحت حاليا. محمد علي الحوثي قال أنه لا يمكن إنقاذها حتى تصل المساعدات إلى غزة، أو ربما دفع فدية أو ما إلى ذلك. لكن عموما الحوثيون على الأرض يبدو أنهم يختبرون خطوط التماس، فنرى أن هناك زيادة في مستويات العنف داخليا في اليمن، وهذا شيء مهم لأنه الأنظار انصرفت نحو البحر الأحمر، لكن هناك زيادة في التصعيد في شبوة وفي الساحل الغربي، حيث الحوثيون يختبرون هذه خطوط الجبهات هذه. وطبعا الحوثيون سيحاولون استغلال هذه الفرصة للسيطرة على مناطق أكثر، لأنه لديهم قدرة الآن على تجنيد 10 آلاف من المقاتلين، لأنه ينظر إليهم باعتبارهم أبطال الساعة ويقفون بالقضية الفلسطينية معها، ولذلك سيساعدهم ذلك على تجنيد المزيد داخليا في اليمن. أعتقد أنه أنماط العنف هي أنه إذا كان هناك، وعندما يكون هناك هجوم في إذا كان هناك هجوم في رفح في غزة، فسيكون هناك تصعيد في البحر الأحمر أو تصعيد داخلي في اليمن ربما. وطبعا المؤشرات هي أنه قد يكون هذا هو الحال، وأعتقد أنه مستقبلا هذا شيء قد يحدث بشكل سريع في الأيام القليلة القادمة. أريد أن أتحول إليك ماجد فيما يتعلق بما يحدث الآن. يبدو بأن الحوثيون لديهم ظروف مواتية، فهم ينتهزون فرصة. وما هي يعني ما هي خططهم، وما هو المطلوب منهم وما هو المطلوب من قبلهم لكي يوقفوا الهجمات على البحر الأحمر؟ مطروحة على الطاولة الآن، هل سيتوقف الحوثيين عن الهجمات إذا توقفت المشكلة في غزة؟ هذا السؤال الأكثر ذهبية، هل سننتهي من هذا الصداع؟ لا، فهو هذا أحد الأسئلة المركزية المحطوطة على الطاولة. أنا برأيي سنشهد استجابة تحديدا إذا وقف مسار التصعيد في غزة، لكن هل يعني هذا تحديدا أن البحر الأحمر سيتوقف عن كونه بؤرة قابلة للاشتعال كل حين، إذا كل ما دق الكوز في الجرة زي ما يقال؟ تحديدا دائما أحب أضرب مثال بسيط، وفيما يخص الحوثيين سيستجيبون، أعادوا اكتشاف الأهمية المركزية لباب المندب، وهم لم يكونوا يغفلوا عنها، لكن لم تكن لديهم الموارد ولا الظرف السياسي الذي يتيح لهم تحديدا تدشين مد يدهم أو أصابعهم في هذه المنطقة الساخنة. فبالتالي وجدوا في حرب غزة الأرضية الملائمة وفي الاشتباك مع الولايات المتحدة وتضامنا مع الفلسطينيين الغطاء الأخلاقي الكافي، وبالتالي أعادوا توجيه مسار الاهتمام المحلي الذي كان ضاغط عليهم لأولويات اقتصادية باتجاه موضوع البحر الأحمر. فبالتالي كانت هناك أرضية متاحة، لكن هل هذا سيتوقف؟ سيقوم الحوثيين باستثمار أي سانحة سياسية تحديدا لتحقيق
إما امتيازات في مسارات التفاوض مع جيرانهم الخليجيين أو في التوازنات الداخلية مع خصومهم المحليين. هذا يعتمد إجمالا على ما هي الفرصة التي ستقدم. على سبيل المثال إذا قام مجنون ما بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم مرة أخرى سيجد الحوثيين هذا فرصة للضغط السياسي وإطلاق صواريخ على السفن السويدية العابرة للبحر الأحمر. هناك دائما ستكون فرصة إذا حدث تضامن مع كوبا على سبيل المثال. فهو الحوثي وجد في الحدث الحالي اندمج الحوثي إجمالاً، أحد العوائد السياسية التي وجدها الحوثي أنه اندمج في السردية المعادية للإمبريالية على المستوى الدولي، وجد دائرة أنصار وحلفاء وامتيازات وهي موارد سياسية وقد تصبح موارد عسكرية، قد تصبح موارد نفوذ، قد تصبح أيا يكون في المعسكر الأنتي للغربي إذا صح الوصف. وبالتالي هذا يتيح فرصة، ومع الامتياز السياسي اللي تشكله باب المندب فهذا سيكون ذهبي إذا صح الوصف. الحوثي الآن يلعب على أكثر من خط، الآن هو يقوم بركل الكرة وترتد باتجاه أكثر من مكان. ما الذي سيحدث؟ لدينا دول إقليمية تشعر بالقلق من النمو العسكري والسياسي، وترى أنه على مدى 8 سنوات تم تعطيل استجابة وفرصة وأد الخطر الذي شكله الحوثي حقا أو باطلا أيا يكن. لكن الآن ينمو الحوثي ليبدو تهديدا على المستوى الدولي، وهي تراقب وعلى مبدأ أنه قد قلت لكم. لكن هذا الشكل من الإشكال نهاية لا يخفي قلقهم الشديد أنه الحوثي الجماعة الجامحة التي ليس لديها ما تخسر في حال استهدفت، والذي قادر الإضرار. بلد زي السعودية يستثمر مئات الملايين من الدولار في قلب نجوم الكرة، لا يريد رؤية الصواريخ تحلق فوق سماء الرياض أثناء أي ختام دوري. الإمارات التي لديها امتيازات كبرى اقتصادية على قائمة على الاستقرار لا تريد أي صواريخ تحلق فوق دبي. فبالتالي هو يدرك تماما ما يخسره الآخرين، ويدرك تماما أنه لا يخسر شيء. فبالتالي هذا سيكون راجح جيدا في إعادة صياغة التسويات المحلية بينه وبين خصومه، والمزيد من اللعب الأدوار كشرطي أو كبلطجي في المنطقة سيقوم بلعبها بشكل جيد اعتمادا على هذا. الحوثي الآن يقوم بحساب العوائد الاستراتيجية لمغامرته في البحر الأحمر، يرى بامتياز العلاقة مع إيران والفرصة التي ودها فيه هو كما فرصة للمزيد من النمو عوائد هذا المحور. وبشكل ثالث، وهذه المعركة هي مختبر عملياتي متقدم للتقنيات العسكرية التي انتجتها إيران في مواجهة، والتي تجد لأول مرة فرصة لاختبارها تحديدا تجد تقانة العسكرية الغربية ممثلة بالولايات المتحدة وبريطانيا. فبالتالي هذا مسرح عمليات سياسي عسكري طويل المدى الحوثي يستثمر فيه بشكل ناجح على حساب استجابة تكتيكية ضعيفة مربكة عدم وجود خيال سياسي، بالتزامن مع سنة انتخابية بامتياز في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في الاتحاد الأوروبي. فتبدو الإدارة السياسية في هذه الدول معاقة غير قادرة على إنتاجها لأنها مسكونة تحديدا بتوازنات الفرص السياسية لنجاح إداراتها مع الخشية من تصعيد استجابة عسكرية وسياسية تجاه الحوثي، وبالتالي المزيد من الضرب في بلد فقير دائما استهدافه ينتج سوء سمعة أكثر مما ينتج عوائد سياسية. وبالتالي المشهد مربك، المشهد معقد. الطرف الوحيد صاحب المبادرة السياسية والعسكرية فيه هو الحوثي، ومن خلفه طهران في إعادة، أعتقد نحن نشهد إعادة صياغة مشهد البحر الأحمر بطريقة غير مسبوقة. تتصور أنه الدول مثل الأردن، دول غير مصر، لم تصدر بيان سياسي واحد حتى الآن في التعليق لما يحدث في جنوب البحر الأحمر رغم كل الضرر البالغ الذي نتج عنها. بالتالي الآن هذا يتزامن مع طموح أثيوبي للصعود إلى البحر الأحمر، القلق من تفاعلات المنطقة، الدول المشاطئة والغير المشاطئة اعتمادا على السلوك الحوثي هي تشكل تحول فريد نحن نشهد لسه بدايته. وأعتقد أن الحوثي سيعيد صياغة هذه المنطقة اعتمادا على هذه الاستجابة التكتيكية الخجولة لواشنطن ولندن. هذه ليست صورة مشجعة، وإنما سأعطي الفرصة للأشخاص عبر الإنترنت والموجودين هنا لطرح الأسئلة. ارفعوا أيديكم وحددوا وعرفوا بأنفسكم. أنت أولا سيدي، تفضل. الرجاء الانتظار للحصول على ميكروفون، وبعد ذلك عرف بنفسك قبل أن تطرح السؤال. اسمي طارق علي أحمد من العرب نيوز. أشكركم كثيرا على هذا النقاش العميق. طبعا هذا الأشياء الذي لم تتحدث عنها وهو الفيل الكبير في القاعة.
وخاصة قدوم السيد دونالد ترامب إلى الرئاسة. ما في الاستعداد، هل الحوثيون سيغيروا استراتيجيهم؟ وربما الاستراتيجية في السعودية والإماراتية فيما يتعلق بانخراطهم بشكل أكبر أو بالانسحاب. أود أن أسمع أيضا كيف أن حزب الله يعني وكبح جماحه في الإقليم، وكيف يمكن الأمور تتطور إذا الحوثيين يريدوا يعني منطقة آمنة لكي يتم التوجيه إلى الشمال. سوف أتيح المجال لأي منكم للإجابة. هل هناك أحد يرغب بالإجابة على هذا السؤال؟ ككندي سوف نكون في الجبهة الأمامية في أي رئاسة لترامب، فبالتالي أشعر بأن علي الرد على هذا السؤال. أولاً، كما تم يعني تم التطرق إليه، الحوثيون يستخدمون الحرب على غزة كمبرر لهجماتهم في البحر الأحمر. فهناك طريقتين، عندما بدأ الحرب في غزة، وطبعا عندما يتوقف الحرب في غزة لن يتوقف فجأة، وإنما ستوقف بشكل تدريجي، ولكن التهديدات الحوثية ستستمر أبعد من ذلك. أأمل وأعتقد أنه بقدوم الرئيس ترامب إذا ما فاز في الانتخابات، وقتها سيكون الحرب في غزة قد توقف، فبالتالي التهديدات للحوثية في البحر الأحمر ربما تستمر. الرئيس ترامب، الاستمرار من ترامب إلى بايدن إلى ترامب 2.0 في الشرق الأوسط، يعني بعيدا عن الخطاب، سيكون موقفه يعني كبير. لن تتغير الأمور كثيرا عما كان عليه الأمر. ترامب كان واضحا لأنه بنى سمعته، لا يريد أن يتورط في أي حرب في الشرق الأوسط، وأعتقد ذلك سيستمر. أنا في نفس الوقت ترامب يعني بين بأنه يتبنى موقف متصلب باتجاه إيران، وبالتالي فسيكون هناك استمرار بدلا من التغيير. أولا، هناك أربع عوامل أساسية. ترامب غير تقليدي، فبالتالي هذا يثير التوتر أكثر بالنسبة لإيران والحوثيين، فهما لا يدروا ماذا سيفعل، بينما بايدن أكثر استقرارا، أكثر وضوحا مساره. ثانيا، ترامب دائما قادر على المفاجأة، يعني قاسم سليماني قتل في عهد ترامب، هذا لم يفعله أحد آخر، فبالتالي يخشون سياسة قطع الرؤوس أن تكون أحد الخيارات التي تستخدمها الولايات المتحدة في مواجهتهم. ثالثا، لماذا يقدموا هدية لبايدن في نهاية عهده الخليج تحديدا، والتزام في معركة؟ إذا هناك صفقة في مواجهة الحوثيين ستتم مع الرئيس القادم وليس مع الرئيس ينتهي، إذا صح الوضع. رابعا، ترامب لديه ذات الالتزام بحماية إسرائيل الذي يقدمه بايدن، فبالتالي خشونة الاشتباك ستظل قائمة، فبالتالي لا أرى فرصة للهدوء قائمة على هذه المعادلة. Trying to be a little bit optimistic by saying if Trump gets him, we still. أنا بحاول أن أكون أتحمس. ربما ترامب سيأتي بعد سنة، يعني في يناير العام القادم. أنا أعتقد أنني أختلف مع النقاط التي طرحها. أنا أعتقد بأن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ستتوقف إذا توقف الحرب في غزة. هذا لا يعني بأن التهديدات ستنتهي. طبعا لن تنتهي. إذا توقفت هذا لا يعني أنه لن يتم يعني استئنافها مرة أخرى لسبب ما، لكن هذا هو فوز لعلاقات عامة، يعني وهذا بين لهم يعني كيف بين لهم فائدة هذا الموضوع. يعني أنا لا أعرف اللغة التي يستخدمونها، لكن إذا هناك تصعيد بين إسرائيل وحزب الله، سوف يكون هناك تصعيد من قبل الحوثيون أيضا مرة أخرى، ولهذا السبب هذا هو الإنكار أن هناك ارتباط بين ما يقوم به الحوثيون وما يحصل في غزة، هذا هو غير منطقي، لأن كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض.
نعم شكرا. سوف يعني اخذ سؤالين في نفس الوقت و انت وبعد ذلك انت سيدي. اسمي ويليام بيردي، انا سفير سابق للمملكه المتحده في السعوديه والعراق وكذلك السودان، وانا يعني الرئيس مشارك لمجلس العمال للشرق الاوسط. انا اعتقد انني اختلف مع تحليلكم بان الحوثيون ينتصرون، وهناك اسباب كثيره بان هناك دول تريد ان تجذب الاستثمار وانهم لا يريدوا الصواريخ يعني تحلق في سمائهم. لو يعني لو هناك مثلا يعني حكومه مستقبله، ما هو ذا الشيء الذي ممكن ان يعمل؟ انتم تقولون ان الحوثيين هم تهديد اقليمي، و الى اي مرحله سيكون التكلفه على مصر والاردن كبيره ويبداوا يتحركوا؟ طبعا يعني عندما الملاحه الدوليه تتعود على المسارات الجديده وتتقلص مداخيل قناة السويس، إلى يعني متى سيشعر المصريون بهذه الأضرار؟ يعني تجربتي فيما يتعلق بالضربات الجوية على البلدان هذا ليست جيدة ولا تأتي بنتيجة طيبة. لا أحد سيغزو اليمن، أنتم تعرفون اليمن أكثر مني، أنا قد زرت اليمن أكثر من مرة ولا أريد أن أرسل أي قوات إلى اليمن. ما هي توصياتكم على سبيل المثال في شكل الحكومة الجديدة؟ إذن دعونا نأخذ السؤال الآخر من الجانب الآخر في القاعة. شكرا. اسمي نيكست توبل، اعمل مع شركه ملاحه كبيره ولدينا يعني العديد من السفن التي حولنا مسارها لهذا السبب. المتحدث السابق طرح سؤالي وهو دور مصر فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في سيناء، والذي يعني ويعني والحفاظ على عدم يعني تدفق اللاجئين من غزة إلى سيناء، وكذلك أيضا استقرار القناة السويس. ما هو دور مصر هنا فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في مصر نتيجة لكل هذه الأحداث؟ مرة أخرى من يريد أن يرد على هذا السؤال؟ لم يستثمر أحد في التعامل مع الحوثيين لا سياسياً ولا عسكرياً خلال كل هذه السنوات. يعني تحديداً الطرف الوحيد اللي استثمر هو السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا كحاملة القلم، بس في الإقليم تحديداً لم يستثمر أحد. تركت هذه المشكلة باعتبارها خطيئة الرياض وخطيئة واشنطن. فبالتالي وهذا مكلف، هذا أثبت أنه مكلف الآن. مكلف مصر، بلد زي مصر هي على الضفة الأخرى. ترى أنه الحدث، لكن مصر لم تطور لا استجابة سياسية ولا استجابة عسكرية على مدى 8 سنوات، فهي لا تستطيع القيام بذلك الآن، خصوصا أنه لم يعد هذا مشكلة فقط على ضفتي البحر الأحمر، هذه مشكلة الآن تحرك من واشنطن ولندن وفي مصالح الأوروبية كلها موجودة فيه. عمان، الأردن لم تدخل السفن إلى العقبة، وضعها صعب وهي تمتلك أساسا حدودها. ففي كثير من أصحاب المصلحة الهنود حقيقة قلقين بشدة، سفنهم موجودة في البحر الأحمر لأول مرة أعتقد منذ قرون، العسكرية سفنهم العسكرية، فهذا مشهد جديد حقيقة واستثنائي. العلاقة أو يعني العالم أنشأ قوة الواجب بموضوع الصومال، وتمت عسكرة منطقة خليج عدن منذ 10 سنين، ولم يكن الاشتباك يشبه الحادث الآن بنسبة 5%. التداعي الذي سيحدث الآن سيعيد صياغة أوزان القوة في منطقة جنوب البحر الأحمر والبحر الأحمر بطريقة استثنائية. الخشونة واحتمالاتها يبدو أنها ستتصاعد. أتفق أنه غزة ستوقف المعركة لكنها لن تنهي التوتر الموجود في باب البحر الأحمر في البحر الأحمر، فبالتالي فرص أن تراهن على استقرار طويل الأمد لمصالح الاقتصاد الدولي ستصبح ما بتقديري هذا موضوع تنجيم ما دام الوضع لم يحتوى بشكل جيد إما سياسيا أو عسكريا أيا يكون الاحتمالات. أنا يعني أرى الحوثيين يقودون المبادرة، لا أرى طرف آخر قادر على الآن حتى الآن
على تحجيمهم والأئمة سياسيا بصفقة. لا أحد قادر يقدم عرض لجماعة تقوم بقصف السفن، يعني لا أحد يجرؤ على تقديم اتفاق لديهم الآن. ما الذي أهل عمل اتفاق مع بين قوسين مع قراصنة بالنسبة للكثير من العالم، لكن أيضا لا أحد يجرؤ أيضا على النزول إلى الشواطئ لمواجهتهم. ففي حيرة في مشهد مربك حقيقة. I'll take the first question. سوف أخذ السؤال الأول. أنا أعتقد بأن هناك ردين على هذا السؤال. سؤال إجابة مثالية، والإجابة المثالية هي أن يكون هناك قوة مناهضة للحوثيين داخل اليمن، والذي تكون سياسيا وعسكريا تستطيع أن تهزم الحوثيين. والمشكلة أنه قد تم تجربة هذا المسألة وفشلتها، وربما زاد الوضع أسوأ. كما قلت بأن الحوثيين هم الآن حكم الأمر الواقع، وهم يحكمون جزء كبير من البلاد، والحكومة المعترف بها دوليا فقدت مصداقيتها كشريك محتمل مناهض للحوثيين، وهي الخيار الوحيد. طبعا أنها ضعيفة وهي فاسدة، ويعني ففكرة أننا نستطيع أن نغيرها بالنسبة لي هو خيال. يعني إذا ما أردت أن تكون مؤدب، ربما أقول بأن هذه المسألة طويلة المدى، لأن هذه المسألة لن تحدث يعني بين ليلة وضحاها. يعني طبعا الفصائل الموجودة داخل الحكومة، أما تدعمها السعودية أو تدعمها الإمارات، فهذه الفصائل داخل الحكومة الشرعية يعني إذا ما صعدوا الدعم، فبالتالي الحوثيين ممكن أن يهددوا السعودية والإمارات العربية المتحدة بهجمات صاروخية، وبالتالي يقيدوهم. فبالتالي أنا لست متفائلا بأن هذا هو خيار يعني مجدي. الخيار المجدي هو التعايش مع الحوثيون، هو ليس خيار جيد، ولكن هو الخيار الوحيد، وهو احتواء. ما هذا يعني أنه التزام طويل المدى لأي بعثة عسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن لحماية الملاحة الدولية. طبعا هذا ليس خبير جديد، وإنما هذا سوف يحتوي المشكلة ولكن لن يقضي عليها. أما فيما يتعلق بالمسار السياسي بالإضافة إلى البعد الاحتوائي، المسألة صعبة، لأن الحوثيون لم يبينوا بأنهم مهتمون بالدخول في المفاوضات. لأنهم يعني يعتقدون يعني أنهم المنتصرين، فبالتالي فأنهم سيطلبون المزيد من التنازلات من الطرف الآخر. طبعا هناك فكرة التي يتم تبادلها، هل ممكن أن نتبادل الأدوار؟ لا أعتقد أن هذا المسألة مجدية. السعوديون ممكن أن يقطعوا العلاقة، يعني أنهم يستطيعوا أن يقطعوا العلاقة بين إيران والحوثيين. أنا لا أعتقد بأن هذه المسألة ممكنة، لكن هناك بعض الأشخاص يرون بأن هذا ممكن. أنا لا أستطيع أن أقدم مشورات للحكومة، فبالتالي سوف يعني أنسحب من الرد على هذا السؤال. يعني سوف أخذ ثلاثة أسئلة. سنبدأ معك، وسوف أخذ سؤال من كل جانب من جوانب القاعة. تفضل. شكرا جزيلا. لدي سؤال. أولا نعرف بنفسك، حسين عبد الله من شل. سؤالي هو كم من هذه المسألة، يعني أن الخليج وخاصة السعودية يعانون من يعني القيود. طبعا أنا أتفق مع العوامل التي طرحتموها، ولكن إلى أي مدى بأنه تم تركهم وحيدين من قبل الولايات المتحدة في عام 2019 عندما كان هناك تصعيد، وعندما تمت هجمات على أرامكو والفجيرة وعلى كل هذه المصالح بدون أي رد ذات مغزى، يعني بالاستثناء ما حصل في يناير والذي كان رد على تصعيد مباشر ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ما نراه يعني في الإيران والمناقشة التي حصلت، هو كيف يمكن أن يعني نوجد حلول إقليمية؟ نتحدث مع إيران ونحاول أن نهدئ الأمور مع إيران،
ويعني تحصين أنفسنا وحماية أنفسنا من يعني أي أبعاد هذه الهجمات. الآن مع الصراع في غزة يعني طبعا يعني الكثير من يعني الكثير من الجهات يقولوا بأن هذا الأسلوب وهذا الاستراتيجية التي اتبعناها هي مفيدة. يعني 4 أو 5 أشهر من الصراع في غزة يعني ومجلس التعاون الخليجي لم يتأثر من هذا الصراع. فيعني طبعا في فمعنى الاستراتيجية التقارب التي تمت معناها أنها مفيدة. يعني إذا إلى أي مدى أن هذا الأمور تؤثر على بعض البعض؟ أنتقل إلى الجانب الآخر. شكرا جزيلا إبراهيم يزيدي من جامعة صلاح الدين. سؤالي هو حول دور إيران في الشرق الأوسط. تامس قال بأن إيران ممكن أن تصدر الأوامر للميليشيات، ولكن إيران لا تقول للحوثيون لإيقاف الهجمات في البحر الأحمر. ما هو السيناريو؟ لماذا إيران وهي كدولة كبيرة في الشرق الأوسط لا تقول للحوثيون توقفوا وتقول للميليشيات العراقية توقفوا؟ يعني سؤالي موجه لماجد، هل تعتقد أن الشرق الأوسط الجديد سيقبل الحوثيون أم لا؟ إيميلي سينكلير من SLM. نحن نتحدث عن المخاطر المختلفة بين إيران والحوثيون. أنا أتساءل يعني إلى أي مدى يتم دفع هذه المسألة؟ هل ممكن أن نرى يعني تخفيض للعلاقة بين الحوثيون والإيرانيون؟ ويعني ما الذي سوف ينبغي أن يحدث لكي تتدهور هذه العلاقة؟ هناك 3 أسئلة وهي أسئلة كبيرة مرة أخرى. ماجد ربما تبدأ أولا. واحدة من الأسئلة حقيقة، هل الحوثيين هم مجرد وكيل إيراني أم هم أكثر من ذلك؟ وبالتالي ما هو فرصهم اللاحقة تبعا لهذه المعادلة؟ الحوثيين بين البينين إذا صح الوصف. هم ليسوا وكيل، لديهم خصائص ذلك لكن ليسوا فقط وكيل، لديهم طموح بين الحوثيين لا يروا أنفسهم جماعة محلية في اليمن. الحوثيين يروا أنفسهم جماعة ذات دور أكبر، جزء منها ينتمي إلى منظومة الإيديولوجية خرافة وفكرة دينية وغير ذلك، وجزء منها يبدأ الموارد والقدرات والفرصة والموقع. فبالتالي هم مش حزب الله محشورين في جنوبها وضمن توازنات الأطراف المحلية اللبنانية، وليسوا في العراق ميليشيا تشتبك مع الغزو الأمريكي وينتهي دورها ضمن هذا الخطاب التصعيدي. لا، لديهم فرصة أوسع بكثير من كل حلفاء إيران. فبالتالي هم يذهبوا باتجاه مع الوقت، خصوصا إذا نموا مع هذه الفرص، إلى أن يصبحوا هم بذاتهم إيران أخرى في المنطقة. أنا هذا أرى، يعني مع الوقت هم سيصبحوا نسخة أخرى في المنطقة. بالتالي مسار القبول والاعتراف هو مسار صعب ومعقد وطويل، لكنه أنا أعتقد أنهم ينتزعوه بثبات. ضمن الهشاشة الموجودة عليها المنطقة هم ينتزعوه بثبات. هذا وضع استثنائي سيكون. 7 أكتوبر ومع بدء أول صاروخ انطلق من الأراضي التي سيطر عليها، أعلن الحوثيين المرحلة الجديدة من هويتهم الإقليمية ودشنوا اشتباك واسع يقول نحن هنا في هذه المنطقة حلفاء إيران لكن لا نختصر بها. لديهم علاقة استراتيجية مع إيران، لا أعتقد أن السعودية ولا أي طرف آخر قادر على تغيير ذلك. أنا أعتقد أنه أي تفكير بذلك هو مجرد وهم. هم لديهم التزام قائم من الفكرة الدينية، لديهم التزام قائم من الرعاية الباكرة التي قدمتها إيران، التزام استراتيجي وتقاطع في المصالح هائل، هذا لن يتغير تبعا لأن يقدم لهم كمية من المال أو صفقة ما. Thank you. Well, we're almost at time, so we have a couple of minutes. So I'll focus on the Iran-Houthi aspect of the last 2 questions very briefly. Why Iran doesn't tell the Houthis to stop? 2 reasons. It can't and it doesn't want to. it can't in the sense that that's not how the relationship works. It's not a top-down relationship where Iran pulls the strings. Of course, Iran has some influence on the Houthis, but they're partners. They cooperate, they coordinate, they exchange
exchange information. Iran has leverage because it's the superior partner by much, but it doesn't tell the Houthis or Hezbollah or Hamas, for that matter, what to do. And anyways, it doesn't want the Houthis to stop. The point that I was making in my presentation is that it perceives a risk of escalation, and it doesn't want that, but it certainly doesn't wish that it would stop. Different risk appetite, the question on this side. I don't see prospects for this relationship to deteriorate. I think it is very deeply institutionalized now. It's not just an ideological and political partnership. Now the bureaucracies on the two sides, and as a former bureaucrat, I tend to emphasize that aspect, have been closely entangled now. And in particular, given that within the Houthis, hardliner elements, which are much more sympathetic to a long-term close partnership with Iran, are the ones who are ascendant within the coalition that is the Houthis now. So I don't see prospects for that to happen, for a break. Thank you. Any final thoughts? I was just going to add on the throne. I want to add العديد من الناس قد يحتجون بأنه كذلك حصل في 2018 عندما القوات المناهضة للحوثيين أرادت أن تتقدم نحو الحديدة ولأسباب إنسانية المجتمع الدولي منع ذلك وحال دون حصوله. أعود إلى السؤال المتعلق بتقديم النصح للحكومات. أعتقد أنه في السيناريو الذي نحن فيه طبعا هو نتيجة لإخفاق سياسة أمريكا وبريطانيا ومنذ 2011 وما قبل ذلك واستجابتهم للاضطرابات السياسية التي حدثت وكيف اختاروا أن يتعاملوا مع علي عبد الله صالح الولايات المتحدة هي من صاغ المبادرة الخليجية في المقام الأول، ولذلك للأسف أمريكا وبريطانيا هي رد فعل تتسم برد الفعل وبالأنانية في سياستها وتركز فقط على هجم القاعدة وهجمات في البحر الأحمر فقط، ولذلك لا تريد أن تنقرض. فهذا السيناريو يقود بهذه الدول كونها حليفا غير موثوقا به. إذن بهذه الملاحظة المتفائلة جدا أشكركم على تواجدكم وعلى أسئلتكم الرائعة وانضموا إلي في شكر المتحدثين الرائعين.